الرفق بالحيوان من أبرز أولويات الجمعيات المختصة بالحيوانات في أوروبا، ففي مدريد قامت إحدى هذه الجمعيات بخطوة ذكية للاعتناء بالقطط الشاردة، إذ تقوم بجمعها من على الطرقات أو يقوم الأشخاص بإحضارها إلى مقر الجمعية التي تقوم بالاعتناء بها وإيجاد عائلة تتبناها عن طريق مقهى فريد من نوعه، إذ يأتي الأشخاص إلى هذا المكان لاحتساء مشروبهم المفضل وسط مجموعة من القطط، والذي يبحث عن قطة ليتبناها سيجد هنا مبتغى. هذا المشروع لاقى نجاحاً وإقبالاً في العاصمة الإسبانية مدريد. الهدف من وراء هذا المشروع لإيجاد أشخاص تأوي هذه القطط الضالة، وذلك لتوعية أصحاب القطط في طريقة إطعامها والاعتناء بها. نقوم أيضاً بإرشاد من أراد من زبائننا إلى طرق الاعتناء بهذا الحيوان الأليف. Y también conseguir que la gente pues se beneficie de todo lo que te puede ayudar un gato. قام أصحاب هذه القطط بالتخلي عنها، ما دفع بجمعيات عدة متخصصة بحماية الحيوان بإحضارها إلينا. ونحن بدورنا نحاول جادين بخلق تواصل بين رواد هذا المقهى وهذه القطط، على أمل أن يتبنى أحدهم واحدة منهم. إلى جانب تبني قطط، فالبعض يستطيع أن يمضي وقتاً ممتعاً معها في هذا المقهى دون الحاجة إلى أن يصطحبها معه إلى البيت، خاصة وأن الكثير من بيوت الأوروبيين ضيقة وغير صالحة لتربية الحيوانات. البعض الآخر ليس لديه الوقت الكافي لتبني قطة في البيت بشكل دائم. بعضهم يحب الحيوانات وليس لديه الوقت الكافي للاعتناء بها أو يعاني من حساسية من بعضها، وهناك آخرون لديهم أطفال رضع في البيت، لذلك يأتون عندنا للهو بعض الوقت مع القطط. ساعات طويلة نستغرقها لترويض القط الشارد ليتأقلم هنا. في البداية نفحصه بيطرياً، ثم نعوده على أسلوب نظام غذائي معين لكي يتأقلم مع بقية القطط الموجودة هنا. تختلف فصائل القطط الموجودة في هذا المقهى، فمنها الأوروبية والآسيوية وأخرى من أمريكا اللاتينية. إدارة المشروع تتبنى جميع القطط التي يحضرها الأشخاص بغض النظر عن فصيلة ونوع وحجم القط، بشرط أن لا يتجاوز عمره 6 أشهر. أحياناً لا يتبنى الأشخاص القطط إلا بعد فترة 3 إلى 4 أشهر من المعايشة والإعجاب في المقهى. نستقبل جميع فصائل القطط، وغالباً لدينا الأوروبية والنرويجية والفرنسية وكذلك السيامية. باختصار نحن نستقبل كل القطط المشردة التي تخلى عنها أصحابها. أحببت كثيراً الفكرة، وبرأيي هي أفضل طريقة للرفق بالحيوان. كثير من الناس لا يحبون القطط، أعتقد أنهم على خطأ، وأعتقد أن كل شخص يجب أن يخوض تجربة التبني. تقوم إدارة المشروع بالعمل جاهدة على توفير الطمأنينة لهذه القطط، إضافة إلى النظافة والطعام. الطبيب البيطري حاضر دائماً لفحص هذه الحيوانات الأليفة والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، ويبقى القط مدلناً في المقهى إلى أن يأتي من يرغب بتبنيه من العوائل الإسبانية. لكن هل يكون الود المتبادل بين القط والزبون من شروط التبني؟ Pues eso, que las adopciones que salen de aquí, de la gatoteca, normalmente son por amor, es el visitante el que a lo mejor se lleva. بالطبع لابد من عامل الود بين الحيوان ومن يريد تبنيه. أحيانا نقوم بترويض القط حتى بعد التبني، إذ يقوم الشخص الذي تبناه بإحضاره إلينا لمدة 2 ساعة يوميا لندربه على التأقلم مع محيطه الجديد تدريجيا، وغالبا ما يتجاوب الزبائن مع طريقتنا هذه. Donde puedes adoptar no solo por una foto o un comentario que te
hagan, sino que lo bueno الخلاصة من ذلك أن على كل زبون أن يتفهم تصرفات القط ويتأقلم معه. لا يوجد حد أقصى لإبقاء القطط في هذا المكان، فإذا لم يجد القط من يتبناه سوف يمكث في هذا المكان حتى آخر يوم في حياته. De todas maneras nosotros no ponemos fecha límite. Si el gato tiene que vivir aquí hasta el final de sus días, no hay límite de tiempo. يعمل حوالي 10 أشخاص في هذا المكان ومعظمهم متطوعون لديهم عشق للقطط ويجدون أن الرفق بالحيوان ليس فقط عن طريق إطعامه أو إيوائه بل أيضاً في إيجاد العائلة المناسبة لتتبناه. Yo soy voluntario de la asociación Abriga, lo que se dedican a أنا عضو في إحدى جمعيات الرفق بالحيوان هنا في مدريد، أقوم بمساعدة زملائي المتطوعين على الاهتمام بهذه القطط من خلال إطعامها أو توجيه نصائح لمن أحب تبني قط من زبائننا. أنا أحب حقا ما أفعل. نود من خلال هذا المشروع أن نجد طرقاً حديثة وعصرية لإيجاد مأوى لهذه الحيوانات ونمنح زبائننا فرصة التعرف على عالم القطط عن قرب. كما نعلم البعض من زبائننا كيفية الاعتناء بها.